بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ كريبي عبد العزيز، المسؤول عن فضاء الطلبه في وضعيه اعاقه، اسباس دي زيتيديون اون سيتياسيون دو هانديكاب، جامعه ابن الطفيل. هذا الفضاء خلقته الجامعه باش تستجب الطلبه ديالها في وضعيه اعاقه، كتسهل عليهم كل ما هو دروس، كل ما هو متطلبات الامتحانات. يعني اي طالب ولا طالبه اللي عنده شي احتياجات خاصه ديالو كنوفروها له، وكل ما هو منصوص عليه في القانون. حنا لان الطلبه ديالنا كنقول لهم اشخاص ذوي الحقوق الخاصه، او ديك الحقوق ديالهم حنا في جامعه ابن الطفيل كتوفرها لهم كامله، وكنساعدوهم الحصول على المنح، على السكن، كل هذه المسائل كنوفروها لهم. هذا الفضاء كيشتغل على برامج مع جامعات في اوروبا. لحد الان عندنا جوج ديال البرامج، برنامج سوينك وبرنامج بيسز. في هذه البرامج الجامعه حصلنا على كمبيوترات، على طابعه براي، على كل ما هو خاص بالطلبه المكفوفين ولا ذوي السمع، يعني مشاكل اللي عندهم مشاكل سمعيه، اللي عندهم مشاكل ديال الحركه، عندهم الات وبرامج اللي كتسهل عليهم الحصول على المعلومه والحصول على الدروس. كنوفروا لهم مطبوعات، كنحاولوا ما امكن ان الطالب في وضعيه اعاقه انه ما تخصو حتى حاجه بالنسبه للطالب اللي ماشي في وضعيه اعاقه، يعني انهم في نفس المستوى وعندهم نفس الايجابيات اللي كاين عند طلبه اخرين، وعندهم مسائل زائدا، وعندهم مسائل زياده على الطلبه الاصدقاء ديالهم اللي يسوا في وضعيه اعاقه. حنا كنقوموا بتظاهرات ثقافيه، بتظاهرات رياضيه، وهذا اليوم التظاهره اللي كانت اليوم كانت في اطار واحد الشراكه اللي عندنا مع جمعيه الكرامه. هذه الجمعيه كتوفر للطلبه ديالنا كل ما هو تسهيلات طبيه ولا تسهيلات في النجز، ينجزوا فيها التدريبات ديالهم. كنقولوا حنا لي بي دي اف، لي بروجي دو فان ديتود. في الكرامه كيكون عندهم مجال باش يبحثوا في مجال الاعاقه ويعملوا تدريبات. السلام عليكم، معكم أميمة سلمى الوردي. احنا اليوم متواجدين في الجامعة ديال ابن الطفيل، وبالتحديد متواجدين في الفضاء ديال الطلبة في وضعية إعاقة. هذا الفضاء هذا اللي هو مساند لهذا الكاتيجوري ولا هذه الفئة ديال الطلبة اللي كيقدوا بعض المرات يواجهوا بعض المصاعب، اللي كيقدوا أنهم يمنعوهم المواصلة ديال الدراسة ديالهم، ولا كيقدوا يخليوهم يفقدوا ذاك الرغبة في أنهم يواصلوا. ولكن احنا هنايا كنحاولوا أننا دائما نشجعوهم، كنحاولوا أن أننا نسهلوا عليهم المأمورية ديالهم، وأننا نكونوا مساند ليهم. أنا براسي يعني وحدة من هاد الناس هادو اللي تلقيت الدعم هنايا، واللي قررت أنني حتى أنا نكون داعمة للناس اللي غادي يجيو من بعد، مع أنني مثلا ساليت المشوار الدراسي ديالي، ولكن مشعل ولا بالنسبة لي رسالة، ولات بالنسبة لي خصها تكمل وخصها تمتد مع السنين. دونك حنايا في هذا المركز هذا بفضل المساعدات ديال الجامعة ديالنا، ديال رئيس الجامعة وديال الأساتذة اللي عندنا، وبفضل الشراكات اللي دخلنا فيهم، قدينا أننا نجهزوا هذا المركز هذا بوسائل اللي كتسهل الدراسة، كتسهل البحث، وكتسهل بزاف ديال الأمور، زيادة على مساعدات اخرى اللي كتكون مثلا طلبه كيكون عندهم مثلا مشكل ديال الولوجيه. الحمد لله الولوجيات ما بقاش عندنا فيهم مشكل. مشكل مثلا ديال الكتابه، الا كان شي حد غيحتاج لي يكتب ليه، او لا، المهم مجموعه ديال المساعدات مختلفه على حساب الحاجيات اللي كتكون.